انا احمد خالد من محافظه السوهاج، متواجد هنا في العريش. طبعا الفكره بدات معانا ان احنا في البدايه خالص كنا بنطلع تريندات، حتى الان طلعنا 15 فيلا من اند سوهاج. طبعا طلعنا 2 3 3 3 4 تمام، فربنا اكرم الحمد لله تمام، والتريندات حتى الان دخل 12 فيلا متبقي فلساس فيلا. طبعا الفكره جت لي موضوع المطبخ ده، الفكره جت مؤخرا كده بالصدفه بحكي، فجاب في مطبخ هنا بيقدم وجبات يقل على 2 فلسطين متركين في العريش. فطبعا الفكره جت معانا، ابتدينا نشتغل بيشيل ايام كامله ب 400 وجبه. جينا بعد كده تمام، جينا بنساهم في عدد الوجبات ب 200 وجبه بفايده تمام. ان شاء الله هنشيل الايام الجايه ايام كامله. كل ما بنحط ان احنا ننزل ونقول كده كده المتابعين نفس مستمره معاه بدعمنا تمام، ان احنا نكمل بقى محافظ السؤال كمان متاهلين على طول فلسطين والمتواجدين بالعريش هون. فطبعا دايما الناس كل ما باجي اشيل الشنطه واخد بعض وانزل سؤال الاقي التليفون جالي، لا كمل في كذا جالك في كذا جالك كمل، عاوزين نشيل يوم 2 3 4 زي كده تمام. الموضوع مستمر معانا. بدايه السراج كانت طبعا بدايتنا في الاول خالص تمام، احنا اول ما شفنا الازمه ابتدينا نجهز لله، بدانا بتريلة ادوات طبيه ومستوى طبيه وادويه تمام، وكان معانا تريلة مياه معدنيه وكان فيها برضه بعض اللحافات. دي اول تريلتين طلعناهم، كان مهم حاجه ان احنا نطلع تريلة، فالحمد لله ربنا يسر تمام. الاهل فين سوهاج تمام، طلعنا 2، جينا بعد كده طلعنا 3 4 3، والنهارده 3 باسم الله ما شاء الله، يعني حتى الان جايبين 15 تريلة. نص الخطه اللي كنا بنتكلم مع اتحاد الوطني وبتدخل التريلات بفضل الله تمام، ومساهمه التبرعات دي من كل فئات المجتمع. هبدا معاك من اقل الى اعلى تمام، هنبدا مثلا من الناس البسيطه اللي هي بتوصل لينا كرتونه فيها كيلو سكر وكيلو رز وكيلو مكرونه تمام، حاجه بسيطه جدا من نفسي بس توصل الكرتونه دي في التريله الاهل المدرسه. في ناس ثانيه بتتبرع بالحاق، في ناس بتستبطنيه، في ناس ممكن تتبرع بلبس مستعمل عندنا دي مجبرتها تمام، فبرضه بنقدر كل شيء تمام. في ناس ممكن تتبرع بخاتم ذهب، ست يعني تبرعت بخاتم ذهب، ست كبيره في السن جات تمام. الخاتم ده يعني حاولوا انتوا تجيبوا بيه حاجه من مصر الجزائريه، طب يا ست احنا ممكن نجيب ايه؟ طب الخاتم ده يعني ايه البند اللي انت حاطه الخطيه؟ جاي زي ما تحط في كل هو محتاجينه تجيبوا بيه حاجات ليهم. فطبعا الحمد لله حطيناه في مواد غذائيه تمام، والحمد لله كان الكلام ده في الدفعه الثالثه اللي حصل معانا، ده كان في الدفعه الثالثه من التليفون. فطبعا كانت حاجه جميله ولفته جميله. اعرف برضه في عروسه كانت لسه متجوزه كمان شهر، برضه بعتت لنا حاجات من جهازها، العبايات جت، انا العبايات دي انا مش هستخدمها، طب تمام معاكم برضه كان من ضمن الملابس اللي احنا كنا بنجهزها وبنجهزها تمام، بعتها للاخوات الفلسطينيين. في بعض برضه في المواعين والحلل والحاجات دي كلها تمام، برضه بدنا نجهزها تمام. في بعض اهالي سواج اللي هو عنده ادويه وحاجات تمام موجوده عنده بنبعتها برضه تمام، فبناخدها. ابسط واحلى شيء تمام حصل يعني في التبرعات اللي لمينا شفنا، كان في طفل صغير تمام كان معاه فستان، فجاب لي فستان جات انا ادي الفستان ده طفله فلسطينيه يعني طفله صغيره تمام، فقال ان هي هتودي حاجه جايبها في ايدها تمام، جايبها اكتر طالعين بالترندات. فابوها جايبها من ايدها كده تمام، وراح مسك الفستان حطيناه كده تمام، وصلناه وصل حاجه وداك الحمد لله، ووصلت من الدفعه اللي فاتت. في دكاتره شالوا تريلات كامله ربنا يبارك لهم. طبعا في شركات ما سبتش جيت تليفون تيجي من الشركات، لا احنا محتاجين نطلع معاك تريلات تمام، يعني كل الجامعات ربنا يبارك لهم يعني ما نزلش اصلا. بس طبعا اقول لك لا، انا شفت بعيني ان انت الحاجه توصل من جوه، كانت توصلنا في الوصول حاجه ان الامان وصلت جوه داخل المعبر، داخل المعبر في فلسطين. انا كنت مفترض يعني مع التريلات هنا تمام قاعد في الساحه، فطبعا فضحتي كنت مع الاستاذ احمد الشريف ومع الشباب هنا، فبقول انا لسه يعني اقدم اكل وشرب لاهل فلسطين الموجودين في العريش. فقال لك لا، ده في مطبخ مع جمعيه الفئات الخاصه تمام عاملاه في السبيل هنا تمام، تابع مع الاستاذ صابرين طبعا، اتصلت معاه مشكوره تمام، قدمت لي كل التسهيلات وكل اللي انا عاوزه تمام، الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى قدم ليه هنا. قدم ليه هنا. كان حلمي ان انا اخد يوم امشي، لا هو الموضوع طول شويه. الدكاتره اول ما شافت تمام الفكره الاكل والشرب لا احنا التخليج زي ما انت موجود، واحنا هنكمل معاك ان شاء الله. لقيت الناس تبع تبرعات يوم في 2 في 3 4 5 واحنا ماشيين زي ما احنا كده تمام، ساعات بندخل مساهمه فيهم، ساعات بنشيل يوم كامل مع بعضينا تمام.
فكانت بسم الله ما شاء الله كانت ماشيه. احنا بنعمل اليوم مثلا كوجبات يوميه، في منها سمك، في منها فراخ، في لحمه، في بط، كان في بط امبارح. تمام، الحاجات دي كلها كانت مقدمه داخل المطبخ هنا. تمام، وصلنا العرض ما يقارب من 20,000 جنيه ل 25,000 جنيه من عجل، من العاب كبيره. جينا نجيب الحاجات اللي هي نظيفه كويسه اللي بتحبها الاطفال. طبعا هنا الاطفال بسم الله ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا، وفرحانين انهم موجودين في العريش هنا. تمام، حاسس الدفى معاهم فرحان، ودايما كل الشاحنات اللي بتكتب عليها كثير من اهل سوهاج الان فلسطين، يعني دي حاجه تشجعني محافظات ثانيه ان هي تشجع زينا كده وتعمل حاجه زينا كده وتطلع تحاول ان هي تطلع تلبس اسمها. الفكرة بصراحة كانت جميلة جدا، حتى لما جه سيادة المحافظ هنا محافظ العريش برضه كان في زيارة من كام يوم، فرح بالفكرة، قال ربنا معاكم يا شباب، انتم شباب زي الورد. تمام، وحاجة جميلة، وفرح بعد التريلات اللي طلعت من سوهاج. تمام، كمحافظة كانت قافلة كبيرة، كل قافلة بتلو قافلة بتلو قافلة، وما زلنا مستمرين. الاطفال هنا تمام متعلقين، انا متعلق بيهم، هم متعلقين بيهم بشكل رهيب. كل ما باجي افكر امشي، لا انا مستمر معاهم قاعد معاهم. يعني حاجه خارج توقع ان انا اكون اقف على المعبر بالحاجه بتاعتي موجوده، الحاجه تدخل قدام عيني، كانت حاجه صعبه. فسبحان الله كانت اول مره خدت فيها خمس ايام كانت الحاجه داخله. شايف الحاجه العاجة عدت على المعبر قدام عيني، ليه؟ انا دي امانه واخدها من الناس. تمام؟ فلازم الامانه تدخل زي ما هي. دي صوره البلد اللي احنا بنقدمها، بيشوفها الراي العام كشباب. اهلا بنقدم صوره جميله للعالم كله، ده شباب مصر. دي الصوره لينا كلنا، من جهات امنيه، من جهات تنفيذيه، من شباب ومبادرات خيريه. احنا بنوصل صوره ليهم. هم لو سالت اي طفل فلسطيني او شاب فلسطيني من العالقين هنا يقول لك انا فرحان اني موجود هنا. يعني انا سالت سؤال من كام يوم اطفال معاقين فلسطين، فبقول لهم ايه رايكم؟ بتكونوا حابين تكونوا في مصر ولا ايطاليا؟ هم مسافرين ايطاليا عشان يتعلموا. قال احنا لسه نكون هنا في مصر، نكمل في مصر. فطبعا ده كان ده يدل عليا ان احنا حاطين حته محبه في المكان. حابين الاطفال، في حب بين الاطفال وبين اهل مصر. فمجرد ما نكون فلسطينيين فتجد كل الناس متعاطفه معاهم وحباهم. فانا بوجه رساله لكل الشباب، احنا كلنا كشباب مصر سوري صوره واضحه لمصر. تمام، احنا دي صوره لينا كلنا وصوره بلد، ولازم كلنا نشارك فيها. وده دايما كل توجيهات القياده السياسيه لينا ان احنا كنا بنمثل البلد. يعني الرئيس اول ما طلب التحالف الوطني ان هو ينزل بالتريلات، تمام، دي صوره البلد. التحالف الوطني النهارده بسم الله ما شاء الله التريلات في الالاف قدام المعابر منتظره الدخول. وطبعا كلنا على وضع الاستعداد في اي لحظه وفي اي وقت التكليفات من القياده السياسيه اكون تنزيل فيها. واللي احنا فيه ده المطبخ اللي احنا شغالين فيه كلنا كفئات، جمعيه فئات او مصر خير او نقطاء او اي جمعيه شغاله في اي مكان، لا احنا شغالين. تمام، احنا دي جزء من صوره مصر اللي احنا شغالين فيها. تمام، احنا واخدين العالقين هنا تمام كاطعام، بنقدم ليهم العاب، بنقدم ليهم بنفرحهم بنطلع